يعني ما بين 2004 و2018 توفاو 1563 ديال الناس. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نكملوا على الدرس ديال الأعداد الصحيحة الطبيعية المجموع والفرق. كنا درنا الحصة الأولى في الفيديو السابق، اليوم جيتكم فيديو جديد كيهم الصفحة 35 من الكتاب المدرسي النجاح في الرياضيات. إذا غادي نجزو هاد التمارين، خمسة ديال التمارين ديال الحصة الثانية الخاصة بأتمرن. إذا أولا غادي نبداو بالسؤال الأول أو النشاط رقم واحد. نشاط رقم واحد، إذا أضعوا وأنجزوا ما يلي على ورقة مستقلة. إذا نجزو هاد العمليات بشكل عام وبشكل عادي، يعني الطريقة الاعتيادية للجمع والطرح. إذا 34547 زائد 731556. 7 + 6 يساوي 13، اكتبوا 3 واحتفظوا بواحد. 4 + 1 5 + 5 يساوي 10، اكتبوا 0 واحتفظوا بواحد. 5 + 5 يساوي 10 + 1 11، اكتبوا 1 واحتفظوا بواحد. 1 + 1 2 + 4 6، 3 + 3 يساوي 6، وهنا 7. إذا 766103، 766103. مفهوم؟ بالنسبة للعملية الثانية، 936 زائد 522 زائد 1325. فهذا تنسون واحد الحاجة اللي هي مهمة، اللي هي الوضع العملية عموديا، يعني نوضع الوحدات تحت الوحدات، العشرة تحت العشرات، المئة تحت المئات إلى غير ذلك. 6 + 2 يساوي 8 + 5 تساوي 13، اكتبوا 3 واحتفظوا بواحد. 1 + 3 = 4 + 2 = 6 + 2 8. 9 + 5 = 14 زائد 3 = 17، اكتبوا 7 واحتفظوا بواحد. 1 + 1 = 2. اذا 2783. مروا لهنا، عندي بين قوسين، اذا غادي نخرج هذه ومن بعد نخرج هذه عاد نقسم بعضياتهم. 3174 زائد 14، إذا 4 + 4 = 8، 1 + 7 يساوي 8، 1 = 3، داكوغ. إذا هي 3000، إذا 3188 ناقص، شوفوا هاد 3064 زائد 14، ها هي 4 + 4 = 8، وهنا 6 + 1 = 7 0 3 ناقص 3078. دابا غادي نجز عاوتاني العملية عموديا، 3188 ناقص 3078. 8 - 8 = 0 8 - 7 = 1، 1 - 0 = 1، 3 - 3 = 0، إذا هي 110. داكوغ، إذا هادي كتساوي 110. فهم الآن 5365 ناقص 364، نحسب هذه عاد نقص منها 97. 5 - 4 = 1، 6 - 6 = 0، 3 - 3 = 0، 5 - 0 = 5. 5001 ناقص 97. 1 - 7 لا يمكن أضيفه 10 ونزيد 1، لأن 11 - 7 يساوي ماذا؟ يساوي 4. هنا 0 - 10 لا يمكن أضيف 10 وأنزل 1، 10 - 10 يساوي 0، 0 - 1 لا يمكن أضيف 10 وأنزل 1، 10 - 1 9، 5 - 1 4. إذا 4904. إذا هذا هو الجواب. نمر الآن إلى السؤال الثاني أو النشاط رقم 2. عدد سكان مدينة سنة 2004 يقدر ب 87564 نسمة. في 2004 واحد المدينة، في 2004 كان العدد السكان ديالها هو 87000 وماذا؟ و 564000 نسمة أو نسمة عفوا. إذا هنايا في 2004 توفي منهم 1563، هذا ما توفي
توفي منهم 1563. الآن لاحظوا مزيان، ما بين سنة 2004 و 2018 أصبح عدد سكان هذه المدينة سنة 2019، إذن توفي منهم 1563 نسمة ما بين سنة 2004 و 2018. 2018 يعني ما بين 2004 و 2018 توفوا 1563 ديال الناس. مفهوم؟ إيه. ومن بعد أصبح عدد سكان هذه المدينة سنة 2019 106378 نسمة. إذا أصبح العدد 2019 شحال؟ 106378 نسمة. هذا هو العدد ديال السكان اللي ولا في هذه المدينة. السؤال هو ما هو عدد السكان الذي ازداد في هذه المدينة ما بين سنة 2004 و 2019؟ يعني عدد السكان الذي ازداد بين ماذا؟ بين 2004 و 2019. أول حاجة احنا عارفين ما بين 2004 و 2018 توفوا 1563، وعارفين بأنه في 2004 كانت النسمة 87564 نسمة. إذا شنو خصني ندير؟ أولا خصني ندير عملية الفرق، اللي هي 87564 ناقص ماذا؟ ناقص 1563. إذا 4 ناقص 3 1، 6 ناقص 6 0 0، 7 ناقص 1 6، وهنا 8. إذن هي 86001. 86001 هادشي اللي بقى. شنو غادي نديرو دابا؟ الآن غادي نديرو عملية الفرق عاوتاني. غادي نديرو 106378 اللي كاينة في 2019، غادي نقصو منها 86001 باش نعرفو ماذا؟ باش نعرفو عدد السكان الذي ازداد بهذه المدينة. إذا غنجزو عملية الفرق، 106378 ناقص 86001. 8 ناقص 1 7، 7 ناقص 0 7، 3 ناقص 0 3، 6 ناقص 6 يساوي 0، 0 ناقص 8 لا يمكن أضيف 10 وأنزل 1، 10 ناقص 8 يساوي 2، 1 ناقص 1 يساوي 0. إذن 20377 نسمة هو عدد السكان، الذي ازداد في المدينة بين ماذا؟ 2004 و 2019. مفهوم؟ ممكن تمنى أنكم تكونوا كتفهموا معايا. مروا الآن للسؤال رقم 3. سؤال رقم 3 أو النشاط رقم 3، أحيط بخط العمليات الصحيح. أحيط بخط العمليات الصحيح. دابا العملية الصحيحة غادي ندوروا عليها، والعملية الخاطئة غادي نخليوها كما كانت. نبداو ب 658 زائد 3097. 7 زائد 8 كيساوي 15. 5 زائد 1 6 زائد 9 15. اكتب 1 احتفظوا بواحد. هنا 7 وهنا 3. إذا الجواب صحيح، إذا سأحيط عليه. هكذا لدي العدد الثاني 3087 ناقص 648. 7 ناقص 8 لا يمكن أضيف 10 وأنزل 1. 17 ناقص 8 يساوي 9. 8 ناقص 5 يساوي 3. 0 ناقص 6 أضيف 10 وأنزل 1. 10 ناقص 6 4 وهنا 2. إذن 2439. إذن الجواب خطأ. الآن 456 زائد 698 غادي نجمعو. 6 زائد 8 كيساوي 14. كتبو 4 واحتفظو بواحد. 6 زائد 9 15 وهنايا عاوتاني 6 زائد 4 10 زائد 1 11. إذن 1154 كذلك جوابه خطأ. 1890 ناقص 356. 0 ناقص 6 لا يمكن أضيف 10 وأنزل 1. 10 هي 4. 9 ناقص 6 3. 8 ناقص 3 يساوي 5. 1 ناقص 0 يساوي 1. إذا الجواب صحيح. أحيطوا حوله. لدينا 874 زائد 459.
تسعة زائد أربعة يساوي ماذا؟ يساوي 13. اكتب 3 احتفظ بواحد. إذا 1 زائد 5 يساوي 6، 6 زائد 7 13، اكتب 3 احتفظ بواحد. 4 زائد 1 يساوي ماذا؟ 4 زائد 1 يساوي 5، 5 زائد 8 يساوي 13. الجواب خطأ. الآن غادي نمرو للعدد الأخير أو العملية الأخيرة، 985 ناقص 500، شحال؟ 569. 5 ناقص 9 لا يمكن أضيف 10 أنزل 1، إذن هنا غتصبح لي 15 ناقص 9، إذن 15 غادي نقصو منها 9 هي 6، 8 ناقص 7 1، وهنا 9 ناقص 5 4، 416. إذن فقط الجواب الأول والجواب الثالث. الآن غادي نمرو النشاط رقم 4، أكتشف الخطأ في كل عملية وأصححه. إذن عندي جوج ديال العمليات، جوج ديال العمليات، العملية الأولى هي هذه والعملية الثانية هي هذه، دونك غادي نشوف فين كاين الخطأ في كل عملية. لاحظ هنايا، دونك هنايا عملية الجمع، 5 زائد 5 يساوي نقولوا 10 يساوي 0، تفيض بواحد. إذا 2 زائد 4 كم يساوي؟ يساوي 6 زائد 1 يساوي 7. إذا ماذا تلاحظون؟ إذا هناك خطأ في العملية. إذا هذا اللي خرج هذه العملية، جمع 5 زائد 5 وكتب 10 كلها هنا. داكوغ، إذن غادي نحاولو نجاوبو على هاد السؤال بسهولة تامة. 5 زائد 5 يساوي 10، أكتب 0 احتفظو بواحد هنا. 2 زائد 4 كم يساوي؟ يساوي 6 زائد 1 7، أكتب 7. 1 زائد 2 يساوي 3، 4 زائد 3 يساوي 7، و7 زائد 1 يساوي 8. فهم، هذا هو الجواب الصحيح. إذن الجواب هذا جواب خاطئ. إذن اكتشفنا الخطأ وصححنا. شوفوا العملية الموالية، 87,076 ناقص 78,959. إذا الوضع هو صحيح، لكن كنظن بأنه العملية الطرح ديالها خاطئ. 6 ناقص 9 هنا لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، إذا 16 ناقص 9 ما كيساويش 3. داكوغ، إذا انتبهوا معايا، 6 ناقص 9 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، 16 غادي نقصو منها 9، شحال تصبح لي؟ غتصبح لي 7، 7 ناقص 6 يساوي 1، 0 ناقص 9 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، 10 ناقص 9 كم يساوي؟ يساوي 1، 7 ناقص 9 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، 17 ناقص 9 يساوي 8، و8 ناقص 7 يساوي 1. هذا هو الجواب الصحيح. الآن غادي تشوفوا معايا لا كيسيون 5 او بيان لاكتيفيتي 5. مسيو اي مدام علوي سون الي اشتي دي زيليكترو ميناجي، اون تيليفزيون، ان ريفريجيراتور، اون ماشين ا لافي اي ان لاف فيسيل. داكوغ، دونك مسيو اي مدام علوي قرروا انهم يشريو مجموعه من الاجهزه المنزليه، شراو تيليفزيون، شراو الثلاجه، شراو اون ماشين ا لافي ماكينه الصابون، وشراو ان لاف فيسيل. ان لاف فيسيل هي داك الماكينه اللي كتغسل المواعن، داكوغ، كتغسل الاواني. دونك نشوفو الفاكتور، جوبسيرف لا فاكتور، فاكتور دي زيليكتروميناجي اشتي، اون تيليفزيون ب 6000 درهم، ان ريفريجيراتور ب 7600 درهم، ان لاف فيسيل ما عارفينش، اون ماشين ا لافي ب 4000 درهم. الثمن اللي خلصو كامل هو 25400 درهم. لو بري دو لا فيسيل، ريغاردي 5، لو بري دو لاف فيسيل. اي بروميرمون جو كومونس بار كوا؟ بروميرمون انا عارف بانه هذا هو الثمن الاجمالي اللي خلصوا به هاد الاجهزه المنزليه، وعارف شحال تشراو التلفازة، وبشحال شراو الثلاجة، وبشحال شراو ماكينة الصابون. شنو غادي نجمع؟ غادي نجمع الثمن ديال ماكينة الصابون مع ديال الثلاجة مع ديال التلفازة، وغادي نقصو من داك التوتال. دونك بروميرمون 6000 درهم زائد 7600 درهم زائد 4000 درهم، صفر صفر، 6، 6 زائد 7
13 زائد 4 يساوي ماذا؟ يساوي 17. دونك هنايا 17600 درهم هو المبلغ اللي دفعوه في الماكينة الصابون والثلاجة والتلفازة. داكوغ؟ دونك شنو بقى لي الآن؟ غادي ننجز عملية الطرح. دونك 25400 درهم ناقص 17600 درهم. إذا 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 4 ناقص 6 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. 14 ناقص 6 يساوي 8. 5 ناقص 8 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. 15 ناقص 8، 15 ناقص 8 يساوي 7، و 2 ناقص 2 يساوي 0. دونك هاد لا ماشين اللي هي لا فيسيل الثمن ديالها هو 7800 درهم. 7800 درهم. اذا هادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو، كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد، وكنتمنى ايضا انكم تزيدوا تدعموا قناتي تربويات مع الاستاذ محمد البخاري باش تشجعوني انني نزيد الفيديوهات الخاصه بالمستوى الخامس وجميع المستويات ديال السلك الابتدائي ان شاء الله. في الفيديو القادم ان شاء الله ترقبوا الحصه الثالثه والرابعه والخامسه ان شاء الله. كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.